السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الغباشه التحفه الجميله المقرمشه، منتفخه وعاليه وهشه ما شاء الله. نسمع مع بعض الصوت، هشه وجميله جدا، كل الوحدات احلى من بعض. نشوف مع بعض ايه سر انتفاخ الغباشه بتاعتي النهارده، وايه هي البدائل اللي ممكن استخدمها عشان تديني نفس النتيجه الجميله بتاعت الافران، واحلى كمان، وامن على صحه اولادي. السر كله في المعلقه، نعرف مع بعض ايه هو السر وايه هي المعلقه. يلا بينا نشوف مع بعض ونتابع. بس يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعي يعجبه ما ينساش يعمل لايك وكمان شير عشان الكل يستفيد. ولو ما كنتيش مشتركه معايا في القناه اضغطي على زر الجرس للكل عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتي. بعد ما تعملي سبسكرايب تنوريني في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير وايه هو السر بتاع المعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير البغاشه بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، اي حد ممكن هو يعملها، بس بشرط يركز معايا في الفيديو علشان النتيجه تكون زي ما هو حابب باذن الله، وتطلع النتيجه مبهره جدا جدا. معايا المقادير بتاعتي عباره عن ربع كيلو من الدقيق او 250 جرام من الدقيق، واللي ما عندهوش ميزان ممكن هو يجيب كيلو الدقيق ويقسمه باي مج او اي بول عنده وياخد ربع الكميه. تمام، 250 جرام من الدقيق، يفضل يكون دقيق خمس نجوم او دقيق مخبوزات علشان يكون عرق جديد معايا. وكمان معايا نص كوبايه من الميه او نص مج من الكوبايات المعياريه بالشكل ده، المج الشفاف باخد نصه، ميه عاديه خالص، ومعايا ربع معلقه صغيره من الملح، وكمان معايا ربع كوبايه من الكوبايات المعياريه من الزبده، بس مش اي زبده، بتكون خليط من الزبده المارجرين مع زبده نيوزيلندي، او بتكون كلها مارجرين، بس الافران طبعا كلها بتستخدم الزبده المارجرين، لكن احنا بنعمل في البيت حاجه تكون صحيه افضل لاولادنا ولاسرتنا، فيفضل اعمل مزيج ما بين الاثنين علشان لو زبده عاديه مش هتورق معايا زي الزبده المارجرين او زي زبده التوريد. تمام، هبدا انزل بربع كوبايه ربع معلقه الملح على الدقيق بتاعي، وهبدا ان انا اعجن بالميه بتاعتي. ما باخدش الميه كلها مره واحده، ببدا انزل بيها بالتدريج، ولما بلاقي العجين بتاعي بيلم في نص البوله بكتفي بالميه اللي انا نزلتها، ما باخدش ازيد من كده. وطبعا كميه امتصاص السوائل بتختلف من نوع دقيق للتاني. هبدا العجن واخلصه ونشوف مع بعض باذن الله شكل العجين بعد كده ايه. وتم عجن العجين بتاعي زي الفل ما شاء الله، بقت العجينه كلها متماسكه ولمت معايا في نص البوله ونضفت جوانب البوله، وفضل معايا في المج بتاعي في حدود معلقه كبيره من الميه، يعني ما خدتش كل كميه الميه لان كل نوع دي بيختلف عن التاني زي ما قلت لحضراتكم. هنبدا نسيب العجين بتاعي يرتاح حدود نص ساعه ونرجع تاني ونشوف شكل العجين بتاعنا وهنعمل فيه ايه. وبعد ما فتحت العجينه بتاعتي طبعا كنت مغطياها، هبدا اعرف ان هي جاهزه للشغل فيها ولا لا. هعمل ايه؟ هبدا ان انا اضغط عليها كده، هلاقي ان مكان الصباع بتاعي لما ضغطت عليها ما ردش تاني، يعني هي زي الفل ارتاحت تماما معايا. هبدا ان انا اشتغل بيها على طول. هعمل ايه بقى؟ هاخد معايا هنا مسحه كده بسيطه من الزيت، زيت العباد او زيت الذره، وهبدأ اخد العجين بتاعي بسم الله الرحيم، وهبدأ ان انا افرده بالمردله بتاعتي طول وعرض بسم الله الرحمن الرحيم عشان العجين بتاعي مرتاح، هيفرد معايا بمنتهى السهوله. هفرد لغايه ما يكون سمك العجين بتاعي في حدود نص سنتي، وكمان هيكون العجين بتاعي بشكل مستطيل. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. تمام، هبدأ اخد بقى كمية الزبدة بتاعتي
طبعا لو انا مش حابه ان انا استخدم مارجرين خالص، وحابه ان انا اكون شغلي لاولادي ولبيتي بطريقه صحيه 100%، هستبدل بقى موضوع ان انا استخدم المارجرين بايه. هاخد اي زبده انا عايزه استخدمها، سواء نيوزيلندي او اي زبده تانية، وهاخد معايا السر بتاعي بقى النهارده، نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره، وهبدا ان انا اخلطها مع كميه الزبده الموجوده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده عشان تنفخ وتورق معايا. تمام، وهبدا طبعا الزبده بتاعتي بكون مريحاها بره التلاجه لغايه اما تاخد القوام الكريمي اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. وهبدا امشي بيها وامسح بيها كل العجين اللي عندي، كل سطح العجين، ما سيبش ولا جزء الا لما امسحه بالخليط بتاعي. تمام، ده اللي هيديني التوريقه بتاعتي في العجين بتاعي. كل العجين همسحه بالشكل ده، ما سيبش جزء زي ما قلت لحضراتكم الا ويكون ممسوح معايا بالخليط بتاعي. تمام، وهبدا اخد بالشكل ده اول طرف كده، هبدا ان انا اقفله، هبدا اشتغل كاني بعمل رول بالظبط، بس بشرط اقفل واسحب واشد، اقفل واسحب واشد. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، بالمنظر ده اقفل واسحب واشد، واقفل واسحب واشد بالشكل ده. لغايه ما تقفل العجينه بتاعتي كلها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، وهسيبها ترتاح في حدود نص ساعه علشان هنشوف مع بعض هعمل ايه بالظبط في رول العجين اللي معايا ده. نشوف مع بعض باذن الله. وبعد الرول بتاعي مرتاح هبدا ان انا اقسمه بالشكل ده، هبدا من النص، وكمان كل قطعة هقسمها كمان من النص بالشكل ده، وكل قطعة عندي تاني هقسمها من النص تاني بالشكل ده. طبعا الرول اللي انا عملته علشان يديني التوريقة دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، فهبدأ ان انا اخد قطعة قطعة افردها. بسم الله الرحمن الرحيم، هفردها بالمردنة طول وعرض. تمام، وبعدين هبدا اخد بالشكل ده، هقفل كده وهقفل عليها كده طول وكمان عرض. لما تبقى معايا بالمنظر ده كل القطع اللي عندي هعملها بالشكل ده، وهسيب العجين بتاعي يرتاح في حدود نص ساعة، وبعد كده نرجع تاني مع بعض ونشوف مع بعض الخطوة اللي وراها. بعد ما سبت القطعة بتاعتي ترتاح في حدود نص ساعة، ولو جو حر بسيبها ترتاح جوه التلاجة في رف التلاجة العادي خالص، بسيبها ترتاح في حدود نص ساعة بعد ما بغطيها علشان ما تكونش قشرة معايا. تمام، وببدأ ان انا افرد قطعة قطعة حدة، وفي الوقت نفسه بكون مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، بشغله من فوق ومن تحت. يعني من فوق ومن تحت يعني بشغل الفرن عادي خالص، وكمان بشغل الشوايه بتاعتي، بشغل الفرن على اعلى درجه حراره وشغل برده الشوايه على اعلى درجه، وبسيبهم يسخن، يعني بسيب الاثنين شغالين مع بعض، واسخن الفرن لمده 10 دقائق عبال ما اكون فردت كل القطع بتاعتي. وببدا ان انا افردها بسم الله الرحيم بالشكل ده، لان انا عند الخبز مش هخلي الشوايه شغاله، هقفلها، وكمان هخلي الفرن بتاعي يكون شغال على درجه حراره متوسطه، يعني ههدي الفرن بتاعي عند الخبز. تمام،
لا، اهم حاجه واهم تركه في عمل المخبوزات عموما هي تركه تجهيز الفرن ودرجه حراره الفرن. فهبدا افرد بالشكل ده، هخلي القطعه بتاعتي بشكل مربع كده او مستطيل بالشكل ده، اللي حابب ان هو يزود القطع او بمعنى اصح يخلي حجم القطع اكبر من كده مفيش مشاكل، يبقى عدد القطع هيقل. اللي حابب يكون بنفس الحجم اللي انا عاملاه يبقى هو عدد القطع في ربع كيلو هيكون في حدود 8 قطع. تمام، وهبدا ان انا اشيل قطع قطع كده وهحطها في صينيه الخبز. هفرد القطع كلها بنفس الكيفيه طول وعرض، يكون ارتفاع كل قطع في حدود برضو نص سنتي، يعني بعد ما بتدخل الفرن هتنطر معايا. حلو جدا. على فكرة الخبز بيكون على شبكة الفرن وعلى درجة حرارة، اللي عنده درجات حرارة في حدود 150 درجة، اللي ما عندوش درجات حرارة هتكون درجة حرارة الفرن متوسطة مش عالية ومش هادية. هبدأ أرص القطعة بتاعتي بالكيفية دي كده، هخلص القطعة بتاعتي كلها وبعدين هبدأ الخبز على رف الفرن، او بمعنى اصح هيكون على الشبكه بتاعه الفرن. وهنا انا بخبز الصينيه بتاعتي على شبكه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرف الوسطاني، وهبدا اقفل الشوايه بتاعه الفرن بتاعتي وهدي درجه حراره الفرن على 150، وان شاء الله بعد الخبز هنشوف مع بعض الشكل النهائي للبقشه بتاعتي. وبتاخد في الفرن بحدود من ربع ساعة ل 16 دقيقة، وبتبقى شكلها جميل معايا كده، نطرت معايا وبقت زي الفل ما شاء الله. شايفين حضراتكم سامعين الصوت؟ ما شاء الله زي الفل، انتفخت وبقت زي الفل معايا، نطرت لفوق وبقت جميلة جدا مورقة. على فكرة أثناء الخبز أنا بحاول إن أنا أشقر على المخبوزات بتاعتي وبشوف لو في جنب أحمر أكتر من جنب، ببدأ إن أنا أقلبه جوه الفرن، أقلب من جنب اليمين للجنب الشمال ومن جوه لبره علشان كل القطع أو المخبوزات اللي عندي تاخد نفس درجة السوى. تمام، ببدأ بقى وهي كده خارجة من الفرن ببدأ إن أنا أنزل عليها بشربات أو بالقطر أو بعسل بتاع الكنافة، بيكون متوسط القوام بالشكل ده علشان تاخد معايا المذاق الحلو الجميل اللي كلنا عارفينه. وعلى فكرة درجة الفرن بنزل درجة حرارة الفرن أثناء الخبزة علشان المخبوزة بتاعتي أو المخبوزات بتاعتي تبدأ تستوي من بره ومن جوه وتنطر معايا ويبقى شكلها جميل وتبقى مفرغة وهشة كده. هنسمع مع بعض الصوت الجميل بتاع البغاشة بتاعتي. حابة ازود في الشربات او اقلل الشربات او القطر او العسل، كل واحد تبع رغبته وتبع ما هو بيحب درجة التحلية بتاعته. تمام، ممكن كمان لو عندي صوص شوكولاتة او شوكولات صوص ممكن ان انا انزل عليه اعمل بيها رياحات كده جميلة جدا. هنشوف باذن الله مع بعض الشكل النهائي للبغاشة بتاعتنا في طبق التقديم بألف هنا. ودي البغاشة بتاعتنا جميلة ومنتفخة وعالية وفي منتهى الجمال، وكمان الصوت القرمشة بتاعتها لو نسمعه مع بعض زي الفل ما شاء الله جميلة جدا جدا. سيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.